البنات قولوني ما حد قال حداك السيف سنياك. يلا البنات مرحبا بكم، اللي بغات في البلاد جي عندنا العرض على كل شيء. ياك الحسن مرحبا. مرحبا ياك بدا. مرحبا راه عمي ما يقولش اليوم لا. لا مزيانين هادوك حارين. ها آه. كل ما دين من التحت ما دير السخان دابا هادي حلوه. اه نورمالمون. اه لا هادي ناويه حط صوتي تعجل لينا في الطريق. هاك الشكل اللي رخيصه. اه ها انتم البنات هادي لاويه راه ناشفه. قالك لاويه آه. ديري فلفله دور لهم كاميرا خليهم يشوفوا الفلفله كي دايره. ديو ما فيها لا دواء لا والو. هذه هي الفلفله باش يديروا الخبز. شنو تيقول شنو تسميوه نتوما الخبز ديال الفطور؟ غايب معمر. الخبز المعمر شنو بشلحة؟ اغرب ني جنسو. اغرب ني جرسو. والله جنسو ني جنسو جنس جنس. المهم البنات كيف قلت لكم مرحبا بكم، اللي بغات فلفله تجي عند عمي اللي تهلا فيها دخلي وقطفي بوحدك. ها آه انتوما تبارك الله باقا طريه. هذه الحاره يمكن هنا راه بالنسبه للفلفله راه كاينه فلفله حاره وفلفله حلوه. المهم حنا تنمشيو ونعرفوا فين هي الحاره وفين الحلوه. قالك الحاره هي اللي تتكون مقمقمه والحلوه تتكون مدوره، هذا هو الفرق. دير شفتوا معايا البنات الفلفله تبارك الله غزاله، فلفله حاره وفلفله حلوه. ها انتوما حنا راه كيلنا هذه بالنسبه لهادي حنا غاديين بها للدار. مع تيديروا لنا الصباح تنديروا الرغايف. الرغايف معمرين هما باش نفطروا، فحنا نديو هادو. البنات شوفوا الخوخ خساره ما صورتوش لكم البارح كسكسو. شوفوا الخوخ البنات شوف البارح ما صورتش لكم كسكسو بالخوخ. علاش ما صورتوش؟ لان شحال هذه يعني العام اللي فات كنت جيت ودرت لكم كسكسو بالخوخ. كسكسو بالخوخ والفصه تيجي البنات واعر واعر واعر. فقط غير بغيت نوضح واحد القضيه. جاوني هكا تعاليق تيقولوا ان الفصه ونتي عايرتينا بطاطا. البنات فقط توضيح، حنا من النواحي ديال سطات ما عندهمش، يعني النواحي ديال سطات كيسر وداكشي ما عندهمش نهائيا في القاموس اللغوي ديالهم ان الفصه غادي تاخذها وغادي نشدوها نطيبوها في كسكسو. عارفين كسكسو سبع خضار، يعني راكم عارفين يعني النواحي ديال الشاويه عندهم كسكسو بسبع خضاري. ما عندناش هذيك الفصه، غادي نوضو غادي نحيدوها ونشدوها ونطيبوها في الكسكسو. ف ملي كان العرس يعني ملي جينا ودرنا العرس هنا، لان انا ملي تزوجت في دار يعني في الرباط ودرنا العرس وداكشي وعرضنا على العائله وكل شيء. ولكن تقريبا رجعنا للخدمه، خدمنا يمكن شي شهرين ولا ما نعرف 3 شهور وجينا عند عائله راجلي كونجي. ملي جينا كونجي درنا يعني الناس يعني عائلة راجلي اللي ما حضروش درنا عرس بتقاليد هنا. عرس هما البنات واعر خساره، يعني ما كنتش ديك الساعه دايره اليوتيوب كون شاركت معكم يعني التقاليد ديالهم. عرس واعر 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 يعني باللباس ديالهم بالمجوهرات ديالهم، يعني داكشي اش نقول لكم داكشي غزال. وجاو يعني عائلتي انا، يعني عائلتي عائلة ماما وداكشي بنات خالتي خوالاتي وداكشي، وداقوا كسكسو بالزكزاو يعني بالفصه وبالخوخ ولا تيدوروا بالقران. والله يا البنات ما تشبعوا منهم، وجاتهم يعني غريبه 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 هذا الكسكسو بالفصه اللي حنا ما عمرنا ما عرفنا انها تستعمل هكا في الكسكسو. فقط غير توضيح، يعني حاولت انني نوضحه في هذا الفيديو هذا مني جبت هكا كسكسو بالخوخ. فقط بغيت نوضح للناس اللي تيقولوا الفصه ما الفصه وهذه زعما انني تنعاير الناس ولا هذا ولا هذا. حاشا لله انني نعاير شي واحد، فقط تكون منطقه وتتبقى بالتقاليد ديالها، يعني كل منطقه والحاجه ديالها كيفاش تستعمل. هنا البنات اللي معروفين كسكسو بالخوخ. شوفوا البنات الخوخ هذا راه خوخ طبيعي 100% خلاوه بيو، ما فيهش نهائيا الدواء. يعني هذا الشيء كامل اللي تتشوفوا في الارض هنايا في غليل ما فيهش نهائيا الدواء.
هنوريكم، غادي نمشي نوريكم الزيتون. هذا خلاص راه الخوخ، وهذا العام هذا شويه هذا الشيء ناقص لان الماء راكم عارفين هنا في الصحراء ما كاينش يعني الشتا قليله، وهذا العام يعني كان شويه ناقص، والبير شويه ناقص فيه الماء، يعني شحال من حاجه يعني ما دارهاش. كارد البنات راه كبيره 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 كبيره، والكبير غير الله. راه اش نقول لكم، راه تبارك الله ما شاء الله، يعني راه من اش نقول لكم راه كبيره بزاف، يعني ما عرفتش شحال من الهكتار ولا هذا فيها. ها هو الزيتون، ها هو الزيتون، هذا البنات راه الزيتون. نحاول نبعد لكم غير شويه باش تشوف. هذا الزيتون، توعدتكم انني ندير لكم دوره هكا في غليل. هنا راه تتشوفوا يعني البلايص خاوين، هادو البلايص ديال الزرع والشعير، كانوا دايرين الزرع والشعير الفول هادشي كامل يعني حيدوه في ايام الربيع. هانتوما البنات الزيتون ما شاء الله، شفتوا معايا. وبالنسبه للزيتون اللي كان قال لي عمي، كاينين شجرات ديال الزيتون ما شاء الله البنات عامرين ومدلدلين كيف ما تيقولوا تبارك الله. وكاينين شي شجرات اللي هكا تيبانوا لكم انهم يعني صغيرين، ماشي هذاك الزيتون المدلدل وكبير. قال لك علاش، خيط وحدين دار فيهم يعني لانكري وشي حاجه اخرى، وحدين دارهم يعني هي التراب هكا عادي، يعني هذوك اللي دار فيهم لانكري قال لك ما شاء الله يعني عطاو الخير والبركه. انا غادي نبعد خيط ما جايباش ديال السيلفي. شفتوا معايا ها انتم تبارك الله وصلنا عندي. هذا راه الزيتون تقريبا دورو كامل على الارض، ها انتم شوفوا تبارك الله هذاك اللي دها، شفتوا معايا هذا تبارك الله ما شاء الله كله الزيتون، هو مازال خضر مازال ما وصلش للقيته ديالو. بالنسبه للعسل كنت باغا نصوره لكم ولكن خساره، البارح لوسي بغى يحيدو ولكن هجم لان في العشيه كان مازال سخون، غير بدا تيحيد في هذوك اللوحات وسميتو النحل هو يهجم عليهم هو يتبعهم كيف ما تيقولوا الجنود ناضوا ليهم. صافي ورد داكشي كيف ما كان، وخلاه حتى الصباح عاد ناض عمي، يعني خاصك يعني العسل اللي بغيتو تحيدو تنوضو الصباح بكري، حيت هما اول مره غادي يديروا العسل، العسل الحر اول مره غادي يديروا هذوك الصنادق ديال العسل، واول مره غادي يحيدوه، يعني ما عندهمش واحد الخبره، كانوا تيجيبوا المعلم اللي تيعرف لهادشي هو اللي تيحيد لهم، هو اللي يعني تيداويه وتيقابلو ولا ما عرف شنو تيدير ليه، يعني كانوا تيجيبوا المعلم حيت ما عندهمش اللبسه، يعني باقي ما شاري لا لبسه لا والو. وكيف قلت لكم ناض الصباح عمي وحيدو، والله الا حيد غير خمسه ما شاء الله تبارك الله. انا نوريكم دابا التصويره عاد نرجع نكمل معاكم. انا البنات حطيت الطوموبيل باش نوريكم، عرفتي الطوموبيل، شوف الطوموبيل كي ولات، انا راه قلت لكم كل نهار تتمشى، شوف الطوموبيل كي ولات كلها ولات مقلقه. ايوا خذوا هذا الكسكسو، هذا راه زوين، هو هذا كسكسو، كسكسو ديال الواحه راه زوينه البنات. هذا شوفوا انا شنو دايره هنا، مشيت شريت طاوسه الصابون، صابون ديال يدين اي ماركه البنات ماشي ضروري هاد الماركه، وحاطه حدا بيدوزه ديال الماء فين ما مشيت تنغسل. ها هو البنات نوريكم العسل، هاتي ها هو عرفتي تجمع لي الدبان، شوفوا البنات العسل. دابا هذا راه خاصنا نديوه، يدي ما عرفتش ماما مغسولاش، شوفوا معايا هذا هو العسل البنات، شفتوا معايا. دابا هذا راه تيحيدوه وتيديه وتيديروه في يعصروه وتيخرجوا منه العسل فقط البنات. للاشاره بغيت غير نسولكم اللي عنده شي معلومه على هاد الشهده باش تصلح، هاد الشهده ديال العسل البنات ما عرفناش باش تصلح، يعني شنو لاش يدير، هي راه تتباع يعني تنشوفها في المحلات تتباع وكل شيء، ولكن لاش تصلح الله اعلم. شوف 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 تبدا الطوموبيل، هانتوما البنات شي مع الغروب الدنيا غزاله. المهم كيف شفتوا معايا هذاك هو العسل، دابا غادي يهزيناه غادي نديوه ان شاء الله باذن الله للدار. كيف شفتوا معايا ها نتوما بعدا نوريكم الشجر غادي نرجع، شوفوا تبارك الله هذه، هذه راه تبارك الله مدلدله، هذه راه فيها لانكري، انا راه ما عارفه شنو هو لانكري، المهم تا قال لي لانكري قلت لكم لانكري. هذا
تهوز هذه الشجرة ديال هذه راه الشجرة ديال المزاليات. البارح جلست في هذه الشجرة هانتو جلست هنا وبقيت ناكل. هاي شفتوا معايا هذه الحجرة جلست هنا وبقيت تخبط يا ما تخبط خبط يا ما تخبط. هذه راه الشجرة ديال اللوز واللوز ديالهم تبارك الله مكرمل يعني هانتوما راه باقيين شي حبات خضرين. ها نوريكم شفتوا مازال شي حبات خضرين. هذا راه اللوز البنات مازال خضر هذا مازال ما اما هما اللوز راه حيدو هادو بقاو شي حبات هنايا خضرين. الخضر كاين اللي تياكلو انا ما تيعجبنيش الخضر خاصو يكون طايب. هذا داير هنا النخل النخل ومازال البنات ليها شفتو معايا تبارك الله مازال ليها هو الزيتون تقريبا حاولي دورو غنوريكم الزيتون راه من القنت البنات شفتوا معايا من هذاك القنت هو جاي 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 معايا هكا حتى القنت ديال جهه الواد تما راه كاين واحد الواد جهه الارض شفتوا معايا هو غادي تيدور يعني ملي دار الزيتون يعني انا النهار الاول ملي خدا الارض قلت ليه شوف عمي احسن حاجه تدور بها الارض ما دير لا كرياج لا حتى شي حاجه انا بصراحه ما داري لا كرياج لا والو قلت ليه دير الزيتون ودور به الارض واخا يعني ميزانيه ولكن بنادم يعني راه تلقاه ما كاين ما حسن يكون عندك الزيتون ديالك و... وتعصرو. ها نتوما تبارك الله هادو هما اللي داير فيهم لانكري شوفو كي عامرين تبارك الله ما شاء الله شوف عامرين هادو كاملين داير ليهم لانكري. جيت الزعفران بصراحه ما عرفتش فينا هي شوفو الجبال راه ما جبتش معايا ديال السيلفي راه مشكله طرات لي يديا تصورة بالتليفون شفتو معايا الجبال طبيعة والله البنات عيد راه عندنا الصباح كولي من 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 11 ديال الصباح وحنا خارجين شدينا الطريق شدينا الطريق لاكورج مشينا بعدا كاين لاكورج عرفتي واخا يعني الحرارة 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 تتكون هنا في الدار عندهم في, في, في هنا في الدار تتكون عندهم الحرارة ولكن ملي مشينا لاكورج عرفت واحد البرد خطير مع ما شاء الله تبارك الله كاين الماء يعني واخا زعما كاين ناقص الماء وداكشي ولكن تما هذيك البلاصة فيها الماء يعني الشلال تيبيركم هكا هابط يعني كاين الماء جلسنا تقريبا حتى الجوج حتى ولدي جاه الجوع عاد مشينا لهذاك الريستورون اللي شاركت معاكم راه حطيت البوست ديالهم في الانستغرام ما دايره معاهم لا كولوبوراسيون لا والو فقط يعني حيت ماشي اول مره غادي نمشي عندهم وناكل عندهم هذه ثاني مره والماكله البنات يعني انا صورت خديت لهم يعني عطيتكم السميه وكل شيء هكا يعني حتى الناس اللي غادي يزوروا هنا تنغير ولا يمشيوا لكورج يمشيوا عندهم فداك الشيء عندهم غزال 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 انا يعني هكا لله في سبيل الله درت لهم هكا اشهار فالناس عندهم داك الشيء غزال 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 عندهم نقاوه هنا من ناحيه الماكله يعني داك الشيء نقي حتى الصالاد بعد مره تتمشيو شي ريستورون تلقاو الصالاد ما تعجبكمش اليوم الصالاد حطوها غزاله كان اليوم اول نهار في الافتتاح يعني عاد حلوا عاد بداو هادشي علاش كانوا ناقصين الثمن يعني تاخذ البلا يعني الطبق الرئيسي مع الديسير مع الديسير تيكون ديال الموسم مع السلطه يعني السلطه تيديروا مطيشه فلفله والبصله مطيشه فلفله والبصله هادشي اللي تيديروا دايرين ليها هي تتكون في الاصل 120 درهم الطبق الرئيسي حنا خدينا الطاجين كاين الطواجن يعني بالكفته كاين طاجين الدجاج كاين طاجين على حسب الطاجين اللي بغيتو ديال الواحد يعني واحد راه ما كانش فيكم بجوع ياكلوا فيه جوج ب 80 درهم يعني دايرين ليه 80 درهم ناقصين فيه الثمن واخا هما في سميتو دايرين 120 دايرين ليه 80 درهم وخدينا عاوتاني هذا خديت انا بصراحه طلع ليا اللحم في راسي طلعوا ليا المقاط عاد ليا في راسي قلت ناخذ غير لادانت يعني البروشيت ديال لادانت مع الفريت مع هما تيديروا يا اما البروشيت ديال الفريت البروشيت ديال لادانت مع الفريت اولا البروشيت ديال لادانت مع مع الخضر انا قلت ليه دير ليا شويه شويه يعني خلط ليا هكا شويه الخضره وشويه الفريت صافي ومعها سلطه يعني راه طبسيل كبير تبارك الله راني نحطو لكم باش تشوفوا ومعها الديسير داروا الدلاح هذا الطبق هذا 80 درهم يعني بالنسبه للواحد راه كافيه وفيتو لهيه ايوا البنات وصلت تقريبا بقينا جالسين تما تغدينا وكلشي خدينا بريري ديال اتاي وراه صورت لكم راه دايرين الحوفه
يعني تما كاين يعني هادشي باش يعجبني عندهم، يعني الحوفه وملي تطلي الاطلاله كلها الطبيعه كلها الخضوريه، ما كاينش الديور قدامهم، يعني المنظر غزال. هادشي علاش يستاهلوا انني نبارطاجي البارطاجي الريستورا ديالهم. وفيها كذلك الفندق بالنسبه للناس اللي غادي يمشيو بغاو يباتوا، راه فيها بنات الفندق. ما كتبتش انني نصور لكم من تحت يعني البلاصه ديال لي شومبر. مره اخرى ان شاء الله الا سهل سيدي ربي. المهم مشيتو عندهم قالوا لهم حنا راه من طرف خديجه، خديجه الحره السيده اللي جات وصورات عندكم عند كلاس البنات. انا نعيت الله، قول لهم راه حنا من طرفها وان شاء الله يتهلاو فيكم البنات. هما اصلا واخا يعني ما تقولوش لهم من طرفها، راه السيرفيس البنات عندهم واعر، يعني تيتهلاو في, في في الانسان. وهنايا راه بهاد البلاصه هذه راه الناس ديالها، الناس ديال الخير، يعني ما يحتاجش انني نهضر لكم عليهم. راك عارفين هاد المناطق الصحراويه الشلوح، يعني راه الله يعمرها دار. ايوا هادشي اللي كاين البنات. تقريبا قلت لكم شربنا البراد ديال اتاي الاول، انا جبت على ولدي ولدي نعس مشى جاه البرد وداك الشيء ونعاس خدا راحتو، ما تغداش ما قدرش ياكل. وانا شربت هذاك الكويس ديال اتاي ومشيت تمغط حداه، والله الا بحالي جالسين في دارنا، تكيت حداه راجلي تا هو دوموندا والبرد الثاني هو ولوسي صافي، وبقاو جالسين. شوف 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 شنو باغيين يديروا، شوف عاد دابا تجيبها فيا. منيتك والله الا باغي يضربني بالجباد، واش شتو ولا ما شتوش؟ شتو اللوس كي داير؟ واخا عليك والله الا دمعة دايرين هذوك الجباد، واخا احسان واخا دايرين الجباد على حساب الحمام، على حساب الحمام والطيور. والله الا لوسي بغا يضرب ولكن كانت خاوية. عندك تجيبها فيا، قلت لكم دومونداو البراد الثاني صافي، وبقاو خداو البراد وبقاو جالسين شدو كيسانو وبقاو حت 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 ومجبدين. والله الا عرفتي الجو والله ما تسخى انك تجي من تما. صافي قولي تقريبا خرجنا من تما حتى للخمسة نيشان، هبطنا لتين غير كنا بغينا تشهي تاع البنات التمر. عندهم واحد التمر تيكون الطريقه ديالو انه التمر تيعجنوه تيدلكوه وتيخرجوه للشمس يتشمش لمده 10 ايام، يعني تخرجوه تيبرد الحال تدخلوه تعاود تخرجوه للشميشه وتعاود تدخلوه لمده 10 ايام. عرفتي انا دقتو عندهم وكنت نتوهم بولدي والله ما تشبعوا منه. ما لقيت حتى واحد دايرو، يعني خالته الحاجه ما كما كانتش مصوبه، قال لك راه تيتباع. طلعنا متين غير الساعه حتى واحد قال لك ماشي الوقيته ديالو هادي. خدينا غير واحد التمر هو معجن ولكن بحال هذاك التعجينه ديالو شويه شارب. هو اللي خدينا دايره البنات 250 وكاين اللي تيقول 300، ولكن البنات واعر محلوش بزاف وبحال اللي قاصح، يعني بحال اللي مقرمل، ماشي قاصح بحال اللي مقرمل، هو معجن ولكن بحال اللي مقرمل، هذاك الماء ديالو ناشف بحال اللي مقرمل واعر. عرفتي الجو زوين ما تسخاش نوض من هنا. انا نشوفو فين جلست، ربعت انا في الارض نيشان ما كاين لا فراشه ولا ايوا هادشي اللي البنات اللي كاين. المهم قلت لكم سالينا من تنغير، دزنا خدينا حريشه سخونه وداكشي، تقدينا داكشي اللي غنتغدا، وخديت الكامون، خديت كسكسو. البنات انا كسكسو عندهم زوين، كسكسو الواحه واخا تاكلي منه خفيف ماشي بحال الكسكسو الاخر اللي تناخذو ديال الكسكسو داري، ولا الكسكسو هنا ولفناه حنايا تا راجلي ولفو، يعني ملي تندير للدار حتى الدار صافي تعودنا عليه، يعني تيجينا خفيف على المعده. تنتي هكا تيكاينه ديال 25 كيلو تدير واحد 150 درهم، كل مره شحال تيحسبوها 150 155. وكاينه البنات ديال 5 كيلو تتاخذوها ب 5 كيلو تدير 620، 620 824 الكيلو، يعني تجي زوينه البنات. خديتها هذيك تديها كل عام فيما تجي ضروري ندي كسكسو. هكا تيبقى ليا غير الكسكسو الاخر كي قلت لكم ما تيعجبناش بزاف. صافي خدينا الكسكسو والكامون هنايا، الشيخي ما دايرينش كي قلت لكم الماء عنده ناقص شويه، ما دارش الكامون غير شرينا هذا العام. سبحان الله ما عمري البنات من نهار تزوجت عمري شريت الكامون هذه 10 سنين هذه ما عمري البنات ما شريت، يعني في الايام الاولى نقدر نقول لكم شريته يعني ما عقلاش مزيان، ولكن تقريبا من نهار داروا الارض راه تقريبا ما عرفتش شحال من العام، هذه شي 3 سنين ولا 4 سنين بحال هكا بحال هكا تكون. ما عمري البنات ما شريت الكامون، تنجي هنا تتعمر لي عدوستي بخنشه هكا ديال الكامون وتنديها معايا، والله الا تدوز ليا تنعطي منها شويه لماما وتخلي ليا شويه، والله الا تدوز تنديرو في قريعه وفيما تنبغي تنجبدو تنقيه، حيت باش نقيه كامل تيجيني بزاف، يعني فيما تنحتاجو تنجبدو تنقيه صافي
وتنطحنوا، يعني تنسخنوا شويه وتنطحنوا. ولكن هاد المره ما لقيتوش، مشيت قلت لكم شريت وعيط، عيطنا للعدوسي قالك راه ما كاينش، مشينا خديناه. هادشي اللي كاين البنات، وملي كنا جايين قالك راجلي غاديين علاش ما ندوزوش للغلي نمشيو ندوقوا العسل. انا غادي نمشي للطوموبيل لان درنا في الطوموبيل باش نديو للدار نصاوبوه. انا نمشي دابا ونصوروا لكم كي داير. المهم البنات، نتمنى هاد الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى هاد الفلوقات هادو ينالوا الاعجاب ديالكم. يعني تنحاول ندير واحد المجهود ونصور لكم هكا باش عشتني الدوخه عيط تصوروا من الصباح وانا خارجه، باش هكا نتوما تبدلوا معايا الجو، خصوصا راكم عارفين يعني كاينين شي مناطق اللي مساكن ما قدروش يخرجوا يعني مع المرض وداك الشيء. الله يحسن العوان بنادم، خلعوني. ها نتوما نوريكم هنايا، شوفوا معايا، شوف تبارك الله الارض. ها نتوما هذا تبارك الله ما شاء الله، هذا تبارك الله ما شاء الله، راه هي الضال فيها. وهنايا راه ما كاين والو حداهم، انا هي الخلا وتما الجبال قدامه، كاين غير الجبال، ما كاينش السكان قدام ديال الارض، كاين غير الواد وكاينين الجبال وهذوك الطيور اللي تتشوفوا لهي ها اللي وريتكم البارح ديال الرحال. واش في الانسان واش شنو باقي عيسى؟ صافي صافي نمشيو. جاو راه قطعوا فلفلة، قطعوا فلفلة حلوة، فلفلة حارة تبارك الله، راه جوج ميكات مع وصلنا البارح الدار، جينا البارح باش نطلعوا، ولادي كانوا باغيين يطلعوا للجبل، راه الجبل اللي طلعنا شتو أكبر واحد، وهذاك طلعنا الأول الصغير وعاودنا طلعنا الكبير، منظر واعر ما نعاودش ليكم. كيف قلت لكم مشينا طلعنا، جينا البارح باش نطلعوا للجبل ونسينا ما ديناش ليهم الفلفله، وهما موالفين الصباح تينوضوا تيديروا لينا الرغيف، رغيف عامرين، رغيف ديال عامرين ديالهم سبيسيال. عاد دخلوا للقناه وغادي تشوفوهم، البرد بحال البرد بارد سخون مخلط. هادي نوار الشمس نوريها لكم، عباد الشمس يا اختي ماشي نوار الشمس، دار عباد الشمس. عندهم في الدار وفيها الزريعة، كلينا من هاد الزريعة، شوف الزريعة تكون سالات مبقاش فيها الزريعة، شفتو صافي الواد.